أنا بيت من بلاد المحبة والأمل. أنا من النخوة العراقية. ولدت من رماد الحروب. أنا من مزار الأربعين وشارع الباشا. أنا قلعة الكردستان الشامخة. أنا من شط العرب. أنا من مدينة سامراء الحبيبة. أنا من هاي القاع. أنا من الغضب. أنا من الفرح. أنا من انقطاع الكهرباء وشحة المياه. أنا متوقع في اليوم ألبس تيشيرت بالعكس لأن ماكو كهرباء. أنا من ارتفاع درجة الحرارة. أنا الحاضر وأنا الماضي. أنا بن سلام شباب. الطريق للسلام صعب وكل تحديات. سلام شباب. برنامج سلام شباب هو أول برنامج واقعي يستهدف الشباب بالعراق. أنا من ناحية خايفة لأنه هاي أول مرة إلي. عندنا 54 شاب عراقي مقسم على 18 فريق من 6 محافظات عراقية. مثل العراق من جنوب للشمال. جو يمنا حتى يتناسون بأربع مسابقات. اشتغلناها ثلاثتنا ونجحت. إذا صار عندي مشكلة بصير مشكلة وياك يعني. فريق واحد راح يفوز بالجائزة واللي راح يحدد الفائز هو الجمهور. نتمنى أن توصل الفكرة للجمهور. حياتنا بإيد الجمهور. ومقدمينا ميسم. اليوم هسا وقتش عندي مسابقة. وأبو ذر. بيسا هسا. راح يكونون ويا الشباب بالمسابقة. وإحنا نستاهل. وكل الشباب دي يتنافسون حتى يفوزون بكأس سفراء سلام شباب بالعراق واللي حيعطيهم مسؤولية تمثيل الشباب أمام مسؤولين بمجلس النواب العراق. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في برنامج سلام شباب كل العراق. بالحلقات السابقة من برنامج سلام شباب ترشحت ويانا 6 فرق من 6 محافظات عراقية وهي البصرة، بابل، بغداد، تكريت، كركوك وأربيل. بهذه الحلقة والحلقة الجاية الفرق الفائزة 6 راح تتنافس بأربع تحديات. اليوم تحدي رياضي وفكري، والحلقة الجاية تحدي الأداء الشعري والفيلم القصير، وبنهاية الحلقة الجاية 3 فرق راح تخرج من المنافسة. أعضاء الفريق الفائز بالنهائيات راح يصيرون سفراء سلام شباب بالعراق وراح ياخذون كأس سلام شباب بالإضافة إلى كاميرا رقمية حتى يواصلون نقل قصصهم وتجاربهم الشخصية للعالم، بالإضافة إلى جولة داخل مجلس النواب ومقابلة مسؤولين عراقيين بصفتهم سفراء سلام شباب بالعراق. وقبل ما تبدأ التحديات بيوم جمعنا الشباب على العشاء. فرحانة هواي كلتنا من كل المحافظات ملتمين. عراق واحد يعني هسه احنا ماكو اي طائفية بيناتنا. هو نحن حظنا وصلنا للنهائيات، اتمنى ما يعني حظنا ما يخوننا. فرحانة لانه كل المحافظات موجودين هنا ومستمعين، وفرحانة لانه شفتهم وتعرفت عليهم. ان شاء الله نفوز. يعني ماكو واحد ما يتعب يفوز. انا جاي على مود افوز يعني، فلازم افوز. شعور حلو انه يجمع شباب العراق بمسابقه واحده تتنافس عليها انه نشر السلام بالعراق. كل 3 اشخاص مثلون محافظه، زين فجمع السلام شباب جمع العراق كله تقريبا. بس احنا العراق كلنا العراق يعني بقومياتنا بلغاتنا باشكالنا احنا مثل العراق. كلتنا متعاونين، كلتنا يعني متحدين، كلتنا سوا. والله احنا من البدايه شفتونا ايد واحده يعني متعاونين، واكيد ان شاء الله راح نوصل. يعني احنا مثل العراق كله، جميع العراقيين. والله احسها مسؤوليه. كل احنا ايد وحده، سواء فزنا او خسرنا يعني عادي. المهم اني شفت ولد المحافظات كلها وتعرفت عليهم. بدنا نوصل فكره للعالم حتى نقدر بين نصع السلام. يا ربي ان شاء الله نكون المستقبل القادم، ان شاء الله نكون احنا شباب الجيل القادم يا ربي. انا اليوم هواي متحمسه وفرحانه لان احنا اقتربنا من النهائيات، واللي يزيد فرحتي انه الفرق موجوده ويانا بالاستوديو. نرحب بفريق اللون الاصفر ومن محافظه تكريت. بابل، بغداد، البصره، كركوك، اربيل. مشاهدينا خليكم ويانا وشوفوا ايش راح يصير. راح نلعب لعبه صغيره قبل ما نبدي مسابقات سلام شباب هاي الحلقه.
لعبة تعتمد على الوان. إبراهيم قوم اقعد مكان زينب. لينا قومي اقعدي مكان حيدر. سجاد مكان رسل. بدلوا لون الشاكتات، شاكتات بدلها. المفاجأة هي إنه هذا هو ترتيب فرقكم الجديدة. يعني شبابنا انتم بعد ما تمثلون محافظاتكم انتم تمثلون الوطن الواحد، وطننا الحبيب العراق، واحنا مهما اختلفنا احنا وطن واحد وشعب واحد. يعني اخاف ما يكونون جديين، يعني افكارنا يمكن ما تكون نفس افكارهم. يعني مثلا اعتقد المسابقات البدنيه، يعني بدنيه شويه راح تكون صعبه، يعني هم بنات يعني ما يقدرون شويه. انا الولد الوحيد اللي بيهم، يعني كنا كلش ايد واحده، فاتمنى احنا هسه نصير ايد واحده. اللي اثنين بنات وياي، فاني راح توقع يعني براسي اذا رياضه صعبه، يعني ما طبعا ما راح اقولها انت روحي سويها، راح اقوم اني كالاسد يعني وراح اسويها، ما في مجال. شعوري بعد احسن صار واحلى. انت تمثل محافظه واحده من 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 العراق كله، لا اسد تمثل العراق كله بعد احسن. طبعا مسؤوليتي يعني انه كبرت، يعني كانت محافظة البصرة وكنا ثلاثتنا سوا وهذا، فمتقاسم المسؤوليات، بس هسه مسؤوليتي كبرت. والله بصراحة كنت فرحانة ويا فريقي، بس هسه صدمت. مثل ما احنا مثلنا بابل وقلنا احنا من بابل وعرفنا بهالبابل، الواجب بعد اكثر، لان احنا من نيابة عن العراق احنا، فصارت مثل الصدمة هسه، بس لازم واحد هذا يتعايش وياهم البقية. والله بالبداية يعني تفاجأنا وشوية ضجنا لأنه ما نعرف أفكارهم. أنا أتمنى أنه فريق يفوز، أكو فريق الأحمر الأزرق الأبيض الأسود، كلها فرق قوية، لأن كلها فرق تداخلت ببعضها. ما فرحانة لأنه كنت متعودة ويا فريقي، وهسه يعني صرت يا اشخاص ما اعرفهم. ضايج انه تقسمنا فريقنا، كانت عندنا افكار حلوه للمسرحيات والمسابقه كلها، بس يعني فركشنا كلنا، كل واحد راح فريق. احنا عادي تفاهمنا وقعدنا وحكينا، يعني احسن يعني من نظل متقيدين بنفس المحافظه. التقسيمات بصراحه ضجت منها، بس ما كنت اعرف يعني راح يسوون هذا فريقك. يعني اصغر واحد انا بيهم ما اقدر امر عليهم. هذا راح بقد انا بوعدي، يعني ما اعرف. متفاجئ. اي بدلوا يعني كل الفرق، يعني متعود، يعني ما اقول لك يعني ما فرحان بتقسيمه، بس مثل العراق من جنوب للشمال، يعني اذا فزنا احنا يعني العراق كله فايز. وهسه مشاهدينا راح نشوف الشباب يتنافسون باربع مسابقات،
وراح نبدي بالمسابقة الأولى وهي مسابقة التحدي البدني، وعلى قولة أهلنا عيونك براسك ورجلك وياك. فرقنا مستعدين؟ يلا شباب. بحلقة اليوم الموضوع أصعب من الحلقات السابقة، لأن عندنا تحديين رياضي وتحديين فكري. هاي اللعبة اسمها سباق المشي المجنون. كل الفرق راح تتسابق حتى توصل خط النهاية، بس كل فريق عنده خشبتين طوال، كل خشبة بيها 3 حبال ولازم يمشون بيها للنهاية. ترى الموضوع مو بهالسهولة، لهذا خلينا الشباب يتدربون قبل اللعب. الفريق الأول راح يحصل على 20 نقطة، والثاني على 15 نقطة، والثالث على 10 نقاط، أما بقية الفرق فراح تحصل على بس 5 نقاط. عندنا 6 فرق راح يتنافسون، فريق الأبيض وفريق الأحمر وفريق الأخضر وفريق الأسود وفريق الأزرق وفريق الأصفر، وعيونك براسك ورجلك وياك. وهنا بلشت المسابقة، والفرق كلها قاعدة تتقدم. المتقدم أكثر هو الأصفر والأخضر والأسود، والأسود هنا يبدي شوية يتعثر، الأصفر الأخضر هم يتعثر، والأبيض والأزرق عندهم مشاكل، والأصفر دا يتقدم على الأخضر وبدأ يتقدم وبدأ يوصل خط النهاية ويوصل خط النهاية ويوصل الأول الأصفر. والفرق البقية بعدها تعاني، فريق الأخضر حيوصل خط النهاية ويوصل ويحصل المركز الثاني، والفريق الأبيض يحاولون، والفريق الأسود عافية عليك يوصل ويحصل المركز الثالث. ها شنو؟ شو هيس الفريق الأبيض والأزرق باقي له خطوتين للنهاية، والفريق الأحمر دا يواصل وما دا يستسلم. الفريق الأزرق صار بالمركز الرابع، والفريق الأبيض يرجع يكمل، الفريق الأحمر بعد يرد يوصل ويحصل المركز الخامس، والأبيض بالمركز السادس. مقورة؟ شو راح تقولي لهم الفريق المسابقات الجاية؟ لا تسرعون. ما أدري، بس ماكو تعاون. هي يعني أساس رئيسة الفريق بس ما لها أي دور، يعني ما أعرف ليش. أنا بالبداية يعني متعودة على فريق البصرة، ومتعودة يعني على الجماعة يرسلوا وتقسمتونا، يعني ما نعرف كل الفرق لهم شخص يعاونهم، يعني أنا خليهم ياي بنا 2، بس أنا أحتاج إلى يعني ولد يساعدني. خلينا نشوف الفرق إيش حصلت ويانا. الفريق الأصفر بمركز الأول ب20 نقطة، لأن مشوا صحيح وما تعثروا هواي. الفريق الأخضر أجا بمركز الثاني وأخذ 15 نقطة، ووراء الفريق الأسود بالمركز الثالث وأخذ 10 نقاط. بقية الفرق أخذت بس 5 نقاط. هاي اللعبة اسمها سباق سطل المي. كل لاعب بالفريق لازم يركض النقطة ويرجع وفوق راسه سطل المي، ولازم السطل يبقى على الراس حتى لما نصب المي للشخص الثاني، وكل لاعب بالفريق يروح مرة واحدة بس. دير بالكم شباب لا تشبون المي، لأن اكو حد معين لازم ما يقل المي عنه. الفريق الأول راح يحصل على 20 نقطة، والثاني على 15 نقطة، والثالث على 10 نقاط، أما بقية الفرق فراح تحصل على بس 5 نقاط. وهسه وصلنا للجولة الثانية من مسابقة عيونك براسك ورجلك وياك. وتبدي المسابقة، ويبدي أول لاعب كل فريق. ها شنو عبد الملك على كيفك؟ دير بالكم شباب ترى لازم المي ما يقل عن الخط. لا وقع المي حسين، عافية شباب عافية، لازم نركز أكثر حتى ما يوقع المي بالقاع. على كيفكم لما تصبون المي ليتشبشب. حلو إبراهيم دا يحافظ على المي، وهسه دور اللاعب الثاني وحيدر متأخر. الفريق الأبيض يمكن راح يطلع، ودينا متقدم من الفريق الأصفر. حلوة شباب، حلوة ديما، حلوة، أسرع أسرع ديما،
ورسل من الفريق الأزرق متأخرة. يلا فرق يرادلكم بعد أسرع. لا وهنا دينا تغسل سجاد. شوف خوام كلش ضاج. وهسه دور اللاعب الثالث والأخير. حلوة حنين. والفريق الأصفر متقدم. دير بالك. يلا وصل المي سجاد. يا معودين خلص المي. الفريق الأصفر متقدم وكل اللي يسويه خوام هسه لازم يخلي سطر بالقاع على مود يفوزون. ها وين خوام؟ مو قلنا كل واحد يروح مرة. شنو أخذك الواهس؟ طبعا الفريق الأبيض خسر لأن وقع المي. وهنا الفريق الأسود بالمركز الأول. خوام وقلنا ترجع معود. والأحمر بالمركز الثاني. الأصفر بالمركز الثالث والأزرق بالمركز الرابع والخامس هو الفريق الأخضر. وهذا تسلسل بالنسبة للي وصل أول. وهسه لازم نشوف مستوى المي بكل سطل. الفريقين الأسود والأصفر كان مستوى المي بالسطل أقل من أن يخليهم يفوزون رغم كونهم من الفرق الأولى اللي خلصت التحدي. خلينا نشوف الفرق إيش حصلت من نقاط. الفريق الأحمر بالمركز الأول حصل على 20 نقطة والثاني الفريق الأزرق حصل على 15 نقطة والثالث الفريق الأخضر حصل على 10 نقاط والأبيض ما كمل السباق فحصل على 5 نقاط. الأسود مثل ما قلنا بالنسبة لمستوى المي حصل فقط على 5 نقاط وكذلك الفريق الأصفر حصل على بس 5 نقاط. شلون معنوياتكم؟ مو زينة. ليش؟ لأنه خسرنا. ما أدري أساسا أنا بس درت وشي لقيته يعني واصل بالبداية. خطأ من عندي. إيه نعم صحيح أنا أعترف. قلت لك هاف رجع ما رجع. بس الخطأ مو خطأ. أنا لما يعني جبت المي كله شبيته براسه. إحنا فريق متعاونين بيناتنا. واحد يغلط الآخر يغلط ماكو إنسان ما يغلط. فماكو داعي الإشكالات بيناتنا. لينا زين هي مثل يعني حسيت أكو بين تفاهم بس الولد يعني مسرع ومو جدي. حسين ده حس إنه هو جاي ذي تونس بس يعني. أقول يعني جدي بس يعني تقسيم الفرق أنا أقول عن تقسيم الفرق يعني قسمتوه يعني ما أنا متيت متعود على كل واحد محافظتي. فيعني لو صير إنه نرجع كل واحد الفريق أحسن. قلت لا تستسلم لا تستسلم رجعوا المي كل عليه. يعني بس خليه تنتبه لأنه يعني إحنا لازم نفوز. المسابقة بعدي ما انتهت. ماكو يعني احنا ثلاثتنا يعني ثلاثتنا انه كنا سوا يعني واحد ياخذ حكي الثاني يعني احنا تعاون اصلا كان ما عندنا يعني بهاي المسابقة الأولى لأن أول واحدة يعني لأن كنا بعدنا يعني واحد ما يعرف الا اخوها. الحمد لله والشكر بس ان شاء الله نعوضها بالمسابقات الباقية. وهسه مشاهدينا وصلنا للمسابقة الثانية وهي مسابقة عقلك براسك تعرف خلاصك. شبابنا راح تلعبون بالجولة الأولى لعبة بناء برج من قلاصات. راح نعطيكم ثلاث أنواع قلاصات بلاستيك هذا النوع وأحجام مختلفة. الفائز راح يبني أعلى برج وشروط البرج إنه القلاصات ما تكون بهذا الشكل. راح نعطيكم دقيقة واحدة تفكرون و45 ثانية تبنون البرج والوقت بدأ وياكم. بهذه المسابقة أول ثلاث فرق راح تأخذ 40 نقطة وثاني ثلاث فرق راح تأخذ بس 20 نقطة. خمس ثواني. Let's go!
ما يصير عادي. الفريق الأسود دفاع البرج مالته 6 طوابق، والفريق الأزرق بس 3 طوابق، الفريق الأحمر ارتفاع برجه 5 طوابق، والفريق الأخضر ارتفاع البرج مالته هم 5 طوابق، الفريق الأصفر ارتفاع البرج مالته 6 طوابق، والفريق الأبيض البرج مالته هم 6 طوابق. وصلنا مشاهدينا للجولة الثانية من مسابقة عقلك براسك تعرف خلاصك. شبابنا بهالمسابقة راح تسوون عربانة بيها شروخ، لازم هاي العربانة تعبر هذا المنحني وانتو تنفخون عليها. راح تستعملون مواد إلها حتى تصنعوها، راح تشوفوها من تروحون الأماكنكم. راح يكون عندكم بس فرصتين بحيث ان العربانة انه ما تروح لا يمنى ولا يسرى وتوصل للجهة الثانية بسلام. شباب عندكم 45 دقيقة والوقت بدا وياكم. بهذه المسابقة السيارة اللي راح تنجح بالعبور بسلاسة راح تاخذ 40 نقطة، واللي تفشل راح تاخذ بس 20 نقطة. يلا انا حطيت مع 5 دقائق.
هاي إلنا. شو معين؟ زين هاي اللي مرحبا بكم اعزائي المشاهدين مره ثانيه، وهسه راح نختبر كل العربانات اللي سووها الفرق. يلا خلينا نشوف. برايكم اي سياره راح تقدر تعبر الجسر بسهوله بدون ما تروح لا يمنى ولا يسرى؟ حاولت بس ما كان باقينا بس يمكن النفخة كانت كلش قوية فانحرفت يعني. الفكرة لهم وهم اللي يعني يعرفون يصمم الأدوات. وانت يعني ساعدتهم؟ ساعدتهم شو ما ساعدتهم. وشون تشوفون حسين بهاللعبة؟ شو رأيكم بي؟ أكثر متعاون من الألعاب البقية يعني. كان جدي؟ قلتوا إنه هو ما كان جدي. إيه كان جدي يعني، هو كان يريد يفوز يعني. صار عندي توتر وما كان ما كنت احس بانسجام وتوافق يعني، ما كنت احس انه يعني دي يعني دي نتفاهم يعني. هو كان متسرع واني هي كنا متفقين، قلنا له يعني ما تسرع. انا ما كنت مهتم يعني، كنت مهتم ما هو متونس ما يهم اخسر ولا لا، ما كنت مو المهم. لا انا حتى قلت يعني افرح الفريق الفائز والفريق الخسران يعني هم احزن. استعملنا فيزياء بس وين ما اتذكر بكل سنتيم اكو خلل.
قلنا بقيل أستقي عن يعني كل فرق ما استخدمها وصلنا للمواد بس قليل بس أنا كل لا بس والله نفختها قوي بس هو يمكن الجسر أعوج. إحنا فكرنا الفكرة ببالي كانت غير شيء بس ما صممناها طلعت غير شيء. لا بس ما متفاهمين على الكابتن يعني حد هسه ما محددين مو ما متفاهمين. إحنا أنا يعني إحنا إذا حتى لو ما نحط كابتن إحنا كنا كابتن. لا استاد اختاروني استاد يعني من سوى أنا هنا استاد أنور شوي هفي استاد علي حيل فتنقلب بالضبط استاد فلان هفي شوي استاد هي بعصارت لأن كانت الاستاد عجلاتي معوجة شوي. أكو أدوات كانت موجودة بس ما عرفنا شلون نستخدمها. حاولنا نسوي قدر الإمكان يعني صارت بالنهاية شغلة حلوة. لا أنا حياتي كليتها. لا بس إحنا عندنا وقت جد يعني. لا أنا الجد مالتي ويضحك وشغل ما يهمني الفوز يعني جاي من البداية. طبعا أنا يهمني الفوز وأنا جاي هنا أحقق الهدف أحقق الفوز وإن شاء الله نفوز بالباقي المسابقات. فريق الأخضر وفريق الأصفر حصلوا ويانا على 40 نقطة أما باقي الفرق بس حصلوا على 20 نقطة. مثل ما دنشوف الفريق الأصفر والأخضر متقدمين على بقية الفرق بس التحديات ما خلصت والفرصة ما زالت موجودة للفوز. مشاهدين الأعزاء كان هذا كل ما يسمح به الوقت لنا بهالحلقة. انتظرونا بالحلقة الجاية حتى نكمل مسابقات ونشوف يا فرق راح تبقى ويانا ويا فرق راح تغادرنا. خليكم ويانا وسلام شباب. بالحلقة القادمة من برنامج سلام شباب. ما زالت متى صارت يمي.